استاذ طارق الشناوي، ماذا تقول عن ولي سعيد صالح هذا المثل الذي اصعدنا؟ يعني الحقيقه بقاء سعيد صالح متجاوز الايام اللي عاشها في الدنيا، بقاءه موجود على بشريتها، فانا يعني غيابه غياب جسد لكن حضوره يفوق كان ان هو راح بقاء. هو ده سعيد اكبر شوف في نهايه الامام، موهبه فطريه حافظت على فطريتها حتى اللحظه الاخيره. غنت الاول لم يدع لحسابات طعم مليون رائحه، ظل سعيد صالح هو سعيد. شكرا يا فندم. اعمال الوحشه كده بالظبط، حب تختك في حاجه كويسه. سوري بقال لي يا طارق ان ننعي يعني سعيد كبيره جدا في حياتنا، بقاؤه متداول